جيت اليوم نحكي حكايتي والهدف تاعي إن شاء الله آذان ساغية وحلول مرضية إن شاء الله. أنا أم وطلاقة لوالد. حكايتي بدأت من يوم كان في عمري 22 سنة يوم طلقت، واليوم عمري 27 سنة. أنا مثلي مثل الكثير من الأمهات اللي رانا نعانو، نعاود حياتي ولا يروح مني ابني، لحياتي كامل متعلقة به. في حياتي جاتني عروض بزاف الحمد لله تاع الزواج، ولكن المشكل اللي واجهني هو سقوط الحضانة. للأسف سقوط الحضانة، والقانون راه يقول يرجع الاب للأب تاعو إذا الأم عودت الزواج. نورمال الزواج حق من حقوقي، ولكن المشكل هو ابني ديالي، كبت اللي ما نقدرش نستغنى عليه ولا نعيش بلا بيه ولا نقدر نرقد حتى نهار بلا بيه. هذه الكبد الله غالب ما نقدرش. حتى زاد وليدي في حضن والدية، وين الأب مشتتني في النفاقة، ونهار نحب نعاود حياتي واجهني بباب مسدود وهو مخير بين وليدي ولا فرصة ثانية نكون فيها عيلة ونفرح كما البنات. هو يعاود حياته نورمال، يجيب دراري ويعاود ويفرح نورمال، ويشتك في النفاقة، ونهار نحب أنا نعاود حياتي ولا أمهات كما أنا يشدونا بولادنا. أنا قالي تعاودي حياتك الطفل نديه، أنا وحدة قالي تعاودي حياتك الطفل نديه. هذا حق، هو يعاود حياته وأنا منعاود حياتي. أنا طالب من السلطات وبالخصوص رئيس عبد المجيد تبون إعادة النظر في المادة 66. يا رئيس نعتبرني بنتك ولا أختك، شوف فيا وأنا فيا أنا والنساء اللي كما حالتي، حابين قانون يحمينا ويخلينا نعود حياتنا وما يبعدش علينا أولادنا. أنا إنسان مثلي مثل الكل، حابة حماية وحق في الحياة كباقي النساء. أرجوك ديرنا حل، نتمنى هذا الميساج يلحق، أمنيتي هذا الميساج يلحق وتسمعوا يا رئيسنا وديرنا حلول إن شاء الله، وشكرا. طيب أستاذة شهرزاد، أنت أمام شهادة حية لامرأة تقول لك أنا نحب نتزوج وطليقي قال لي لو كنت تزوجين نحي لك الطفل، وأنا أريد مراجعة هذه المادة، هل هي أيضا لم تفهم المادة بشكل صحيح؟ هي الإشكال نحن لا نطلب من المواطنين يعني أنهم يعرفوا ولا يفهموا المادة، أوكي؟ باسكو مصلحة المحضون قلنا على أساس أنها سلطة تقديرية للقاضي. مادام رانا في الإعلام واليوم راهم يسمعوا فينا، نقول لهم باللي هنالك ما يسمى مصلحة المحضون التي يقررها القاضي بناء على معطيات تقدم له على شكل ملف، على شكل بحث اجتماعي إلى غير ذلك. ولكن يمكن الإشارة إلى نقطة مهمة كذلك من ناحية الإجرائية في المواد القانونية متعلقة بقانون الأسرة، متعلقة كذلك بهذه النقطة، لأنها لما تتزوج تسقط عليها الحضانة، وهذا بطلب قلنا يعني الزوج أو الطليق. بالتالي يفو دير كو أن هذا الأب إذا ما طلبش الحضانة مدة سنة من يوم عقد الزواج، أوكي، هنايا أوتوماتيكمون يسقط حقه في الحضانة، في طلبه لإسقاط الحضانة وتمسكه بالحضانة ابنه، أوكي. بس صح سيدي المحترم، يفو كو هذا الشخص اللي عنده مدة سنة يكون ويقدروا ما يمدد القاضي بطبيعة الحال هذه المدة إذا كان هنالك عذر شرعي بالنسبة له أنه سنة كان عنده مشاكل يعني مبررة، بالتالي يمكن تمديد هذه المدة لمدة سنة. يعني هي ولا تزوجت سنة مراها ما رفعش دعوة قضائية بدون عذر يسقط حقه في طلب الحضانة. إذا تزوجت بشكل مدني، مش بشكل مدني أكيد، لأنه سأعود معك إلى الزواج بالفتحة لأنه كان بزاف اللي عم متزوجين بالفتحة.